من مخيم الدهشة إلى العالمية. وصلت معلمة فلسطين بإنجازها الذي أهدته إلى وطنها بتصدرها المركز الأول والفوز بجائزة أفضل معلم في العالم. في حفل تخللته فقرات فنية أهدتها الطالبات لمعلماتهن الفائزة، احتفت وزارة التربية والتعليم تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله بفوز حنان الحروب. بكثير من الفخر وباسم فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، أشارك وزارة التربية والتعليم وأبناء شعبنا الفلسطيني تكريم أفضل معلمة في العالم، ابنة فلسطين المربية حنان الحروب، وهي التي استطاعت أن تنتزع هذا اللقب من بين أفضل 8000 معلم متميز حول العالم في منافسة دولية محتدمة مثلت فيها فلسطين والعالم العربي بأسره. المربية منحت وسام التكريم ودرع تقدير وزارة التربية والتعليم بعد أن قلدت وسام الثقافة والفنون الذي منحها إياه الرئيس تقديرا لدورها في ابتكار منهجية تربوية وتعليمية ملهمة. أعلنت النتيجة، فكان الانقلاب وكانت الثورة وكانت الانتفاضة التعليمية التربوية التي وضعت فلسطين على خارطة المعرفة الدولية. عربون محبة قدمته حنان الحروب للبشرية قاطبة. أسلوب مميز في تعليم طلاب صفها قاد المعلمة إلى العالمية، إذ مزجت اللعب بالتعليم من خلال وسائل بسيطة وفرتها لطلابها في بيئة صفية آمنة تأخذهم بعيدا عما يشاهدونه ويتعرضون له من عنف وممارسات الاحتلال اليومية. فلسطين تنتصر، المعلمون يحققون هذا الانتصار التاريخي. كم كنت فخورة وأنا أعتلي منبر التتويج لأفضل معلم في العالم، كوني معلمة فلسطينية انطلقت من رحم المعاناة ونقلت للعالم هموم شعبها ومعاناة معلميها وطلبتها. بفكرها وإبداعها توجت حنان بهذا اللقب لتسجل إنجازا في تاريخ التعليم في فلسطين والعالم. أثبتت الحروب باختيارها من بين 8000 معلم قدرة الفلسطينية على الإبداع حتى في أحلك الظروف، ولعلها تكون النموذج والحافز لتسجيل المزيد من النجاحات باسم فلسطين على خريطة العالم. لتلفزيون فلسطين شادن غنام، رام الله.